السنة. هل الميلس عليهم واجبات وايد للناس اللي بتيهم؟ مثل ما قلنا نحن دوم من الميلس وياخذ وايد حيز من الأدب والأخلاق والحياة الاجتماعية اللي علمتنا الكثير من الميلس. فهل الميلس بعد اليوم مثل ما تكلمنا قبل وقلت تكلمنا دائما اللي الريال اللي الميلس له قوانين يدخل في الميلس يسلم اليمين ما يسلم اليمين يصير حق راعي الميلس قبل يجلس مكان معدل يسوي شيء بعد. هل الميلس عليهم واجب سواء راعي الميلس أو الناس اللي متعتادة تجلس في الميلس؟ يا ريال خاطر ويا ربيعكم ويلس وياه، لكن ريال ما يعرفكم بس ربيعكم يعرفكم. قاموا العرب تسولف في هذاك ودروا هذا ما يستوي. لازم الريال اللي بيك أول ودية ولا غير لازم واجب، مب على راعي الميلس، على هل الميلس راعي الميلس غير وهل الميلس اللي دوم يلسون فيه غير. فلازم واجب على حد من هايلة يجاب له يرمسه يسولف وياه، أنت وين، أنت علومك، أنت أخبارك، أنت شو عندك، وين تشتغل، شو تسوي، شو علاقتك ويا فلان. برمسة فنانة غاوية حلوة تخلي الريال يرمس، تخلي الريال يكسر المستحى أو الخجل الجميل اللي الناس تحبه شوي شوي عشان الريال يستانس، عشان الريال يرتاح، عشان يعرف الريال أنه هو في بلاد صدق، هي هاي البلاد اللي هو يعرفها. هذي لهم عرب هاي البلاد الطيبة، هاي لهم عرب الناس المحترمين الخيرين الطيبين اللي نفوسهم وايد صغيرة. بالتالي لازم أن حد إذا ما حد دار لبال هذا استوت وايد غلط عليهم وينقدون عليه ويتعاقبون بعد عليه. فنحن نقول إنه بعد من واجبات هالميلس اللي علمونا هلنا عليه من الرجال اليومي غريب اللي جابلونه ويرمسونه ويسولفون إياه ونحطت الويبة يبلحون له، لأن الرجال يوم بيجي بيغازر ما بياكل ترى، حتى لو يعان ما بياكل، يحتاج إنك تبلح له وتجدم له وتسأله ها تبى هذا تبى هذا. الويبة اليوم ترى مو بالأولية، اليوم كل هالبيوت تحط صمات الله يطول يعني بعمارهم، الحمد لله بلاد في رخاء في خير الحمد لله، واليوم تاكل الأكل عند كل حد. الصماط أقل شيء طوله 5 متر، أكل هناك شيء غير، هناك خضرة محطوطة، هني تمر، هني رطب، هني غير أشياء وايدة. فالواحد يخيل بتجرب له يجيب لي يلس حد عدالي يخدمه، مو بعيب بالعكس، هذا يرفع قدرك يرفع رقبتك، لو إن شاء الله شو ما تكون تكون أنت كرامتك للناس يعني وايد غاوي. يلسنا ويا شيوخ نتغدى يأمرون علينا كل من هذا حطوا من هذا خطوا من هذا حطوا من هذا، شواب وشيوخ وعامة وناس يعني قبائل كلهم تلقاهم يبارون العرب. شيء جميل، شيء غاوي، يسوي ألفة، يسوي ترابط، يسوي تلاحم، يكبر حجم نفسك اللي داخل، تكبر تستوي أكبر أوسع قوة تستوي عندك غريبة، أنت تطلع من هذاك المكان متعلم درس تكرم الناس برا. فهذا من الأشياء الجميلة اللي نحن لازم نشدد عليها ونشجع الناس أن يسوونها، ويعني حقيقة أهلنا علمونا عليها من سنين، والله يعطينا إن شاء الله ونقبضها وياكم بإذن الله. السنة.